يا مسعود؟ صباح الخير، سلام وقولا من ربنا رحيم. ايه انت شفت عفريت؟ ايه اللي بيحصل ده يا عبد السلام؟ دول اكيد بيلعبوا مع بعض يا فندم. اديني فرصه بس يا مسعود. يا جماعه استنوا بعد عندي يقول لك على حاجه ورا يا مسعود. ولا بس يا مسعود بس يا مسعود يا حبيبي. انا اتاخر قوي يا عبد السلام. اكيد يا فندم بيتعرفوا على بعض. البنت اتنربطت. ابنك عمل في البنت ايه يا عم سلام؟ مش عارف يا فندم، اكيد في سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ انا من دلوقتي هتبقى في سوء معامله بعد كده. اشرح لك بس يا فندم، يمكن في اسباب نفسيه. نفسيه ايه؟ بلا نفسيه بلا كلام فارغ. يلا يا بنت قدامك. يلا يا بابا والنبي اديله فرصه ثانيه. بلا فرصه بلا كلام فارغ. يلا الكاميرا العربيه ولا نشيل التاني. والنبي يا بابا ده جميل وشبه قاسم الساهر يا بابا. يلا يا بنت يلا الجري قدامي. فاكر يلا لما كنت بغششك في الامتحانات؟ كنت بس والله وحشتني بس والله. وانت كمان. طب فاكر يلا لما كنا بنفك لك السرج من تحت الحصان وانت بتنط الحواجز؟ رقبتك كانت هتتكسر. بس مش فاكر يا باشا. برضه مش فاكر. انت صعبت عليا. بنسى الحاجات دي والله. وحشني. وانت كمان يا بسيوني. قول لي حازم بالحق، انت يعني ايه اللي فكرك بيا؟ والله يا باشا انا جاي اقبض على حضرتك يا سيدي. على الهزار واللطافه. جاي اقبض عليك يا بسيوني. جاي تقبض عليا انا؟ بجد يا بسيوني. لو النبي اديني بقى ايدك الشمال. ومين اللي جاب لك الكلبشات دي؟ دي جايبينها لي هديه في عيد ميلادي. الف لا باس. انا مش بعمل تجارب عشان يصيب يا تخيب. يا فندم انا من بكره الصبح حاول في اجراءات نقلك. يا فندم من فضلك اديني فرصه اشرح لك. اخلص يا فاشل. فاشل يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل؟ بتعصبك يا فاشل. يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله في ايه يا فندم؟ يا فاشل صيحت لي في المكان. انا ليه حساب مع الكلب اللي دبسني فيه؟ طب انا عايزك طب البس هدومك يا باشا. انيسه انجي لا مؤاخذه هنعطلك عن قرايه المجله. لا لا ابدا يا دكتور، تحت امرك. احنا كنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ في المحاضره. ما انا عارف. الموارد الاقتصاديه وعلاقتها بايه؟ علاقتها بلون الشعر. برافو برافو. المحاضره جايه تيجوا ومعاكوا الصبغه. ولما انتوا مش عارفين تربوه بتعلموه ليه؟ بنعلمه من باب الاحتياط. ايه اللي تعلموه ليه؟ وانت اخرس انت عملت ايه؟ يا فندم احنا مش عايزين نكبر الموضوع قوي، ويا ريت نفهم بهدوء. تاني هتقول لي هدوء؟ يبقى شوف ابنك اللي ما ترباش. يا فندم انت عصبي ليه؟ اللي انكسر يتصلح. هو ايه اللي انكسر يا بني ادم انت؟ انا بنتي اشرف مش شرف. ده مش تقرير ظابط، ده تقرير اخصائي اجتماعي. الكلام ده تروح تقوله في همسة عتاب. يا فندم يا فندم اقرا التقرير بتمعن. قريته قريته. حبه؟ حبيته. من قلبك؟ حبيته يا فندم. بحبك. مش بحبك. من قلبك. بحبك. لا كده مش من قلبك. بحبك. في ايه هالظابط؟ انا مالي ومال ظروف العيال العائليه؟ انا هتبناهم؟ انا ما تهمنيش ظروفهم. انا كل اللي يهمني المخدرات. فين المخدرات يا هالظابط؟ فين المخدرات؟ اتفضل. يا نهارك اسود ومنيل، ايه اللي انت شايله ده؟ فرش. فرش؟ فرش حشيش يا فندم، مالك تسيبها وخدها يوم السبت. نعم؟ لو مش فاضي السبت خدها لحد، امان يعني. ده حازم. امال هيكون عمرو. مين؟ عمرو شارب اصطباحتك. الجركة ابو كرتون. يا فندم الاصطباحة اللي عاملها لك بتاعت العريق دي. يعني كان زماني انا بطرحه. فندم النبي يا فندم اعمل معروف بقى، خلينا اجيب الولاد هنا ونعمل الحفلة. هتفضح. انت بتقوله ده لا يمكن يحصل الا على جثتي. فوزي مسافرة وعامل حفلة بس حازم جالك على غفلة. ما تفهمش غلط، انا بعمل كل ده عشان مصلحتك ومصلحة اختك. صدقني. مصدقك طبعا يا بيه، بس انت المرة دي فرطة منك جامد يا بيه. مش لما انت ليك في النظام ده تقول لي برضه حازم حازم حبيبك. نظام ايه؟ هظبطك. انت فاهم غلط. على العموم بص يا حازم انا هشرح لك كل حاجه بعدين. تشرح لي ايه يا باشا بلبس الالعاب اللي انت لابسه ده ساعتها؟ حلو؟ طبعا يا باشا ماشي مع الشبكه اللي بره. شبكه ايه؟ الشبكه يا باشا اللي بره
يا باشا عشان كده حضرتك حطتني في الاداب عشان اتستر على جرائمك. انا يا فندم لو لفيت الدنيا مش هلاقي زوجة لابن اختي اجمل وارق من الانسه رباب. فوزية فردوس من رميم. امل من الانسه امل ربة الصون والعفاف امل. وانا كمان سعيد قوي 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 بمعرفه ابن حضرتك. لا هنا ده نظره ضعيف. بابن حضرتك وخصوصا لما عرفت ان اسمه الجميل ده حمزه. يا سلام اسم فيه حمز كده. في ايه يا فندم؟ في حمز. اه في حمز. انا عندي سؤالين. قوي قوي. احنا جاهزين مش جاهزين يا عم؟ جاهزين. الاستاذ حمزه بيشتغل ايه؟ الاستاذ حمزه بيشتغل ايه؟ لا ابعد عنك ما بيشتغلش الفتره دي يا فندم. يعني ايه؟ متجوز بنت عشان تصرف عليه؟ لا لا انا ما اسمح لكش. أنا قلت لا حاجة. لا من فضلك. في يا استاذ احنا صعيده. لا لا, 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 لا يعني ايه ست تصرف على راجل؟ يا عيلو كلمه انا بحس نفسي. ايه يا استاذ يا عيل الكلمه قبل ما تقول حاجه غلط. انت تصرف عليك. انت عندك الصوت. انا ما عملتش حاجه. انت جايش في الليل. انا مش جايش. انا مش عيل. انا ما غلطتش يا استاذ. يا جماعه يا جماعه معقوله؟ انا ما كلمتوش. جاي نهدي اللي في وشي. عزمي خلاص. عزمي ايه تراخر يا جماعه؟ ادي عيل وصابتنا. انا اسف. طيب يعني الاستاذ حمزه معاه ايه؟ 128 سماوي 31 خضرة. بيدور وهيقصد قريب ان شاء الله. معاه معاه ربنا يا فندم. كلنا معانا ربنا في القعده دي. ونعم بالله. انا قصدي يعني بالله. هو خريج ايه؟ حمزه مطرب يا فندم. مطرب؟ مطرب والله. امال بيعرف يغني؟ ده انا مربيه على الطرب الاصيل وهو قد كده. الله يا سلام. سيد درويش طبعا. كامل الخلعي طبعا. حسن ابو لخد. علي علي. طب نسمع حاجه بقى من الغنى القديم. قادر تندمني على الايام على عمر ضيعته على الاوهام. قادر تندمني على الايام على عمر ضيعته على الاوهام. يعني تظلمني. ايه ده؟ ايه ده؟ وحش ولا ايه؟ مين ده؟ انا معرفوش. مين ده يا ابني اللي انت بتغني له ده؟ ايه ده؟ دي رائعه من روائع الاستاذ محمد محي الدين ابو العز. دي حضرتك عامله اعلى ايرادات في المهندسين. اسال شهاب ولا انت ما بتنزلش؟ طيب ان شاء الله لو حصل نصيب انا عندي طلب من الاستاذ حمزه تاني. معلش معلش تاني طلب تاني. طلباتك كترت. لا بجد طلباتك كترت. ابعد عنه سعاد. ما ترفس نفسك. انت عندك زمن. اقعد يا عزمي. اتفضل. انا قصدي يعني انه لو اتجوز ما يغنيش. ايه يا باشا انا اصلا ما بحبش الغنى. لايمني على امل بس ابوس ايدك. يلا على يعني ايه افهم من كده ان سعادتك موافق؟ ايوه. نقرا الفاتحه. يلا قبل ما ما تحطيش رز كتير بيلعبط الدنيا. كفايه بقى يا فوزيه وتعالي. انا مش فاهم انت تعبه نفسك ليه؟ هو انا غريب؟ في ايه يا نجد؟ في ايه مستعجل على ايه؟ لا اصل علشان ورايا مواعيد الصبح بدري. ايه ده؟ مين اللي جاي لنا الساعه دي؟ طيب 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 ساعة بتحط روج حاجة تقرف. نعم أنا جيت. وحشتك؟ وحش لما يلهفك. إيه اللي جابك هنا يا بنت أنت؟ وإيه البغبغان اللي حطاه في دماغك ده؟ لذيذ بغبغان. بحبك يا ابني. بحبك بحبك بحبك. روحي يا بنتي العبي قدام بيك وامشي. مين يا نادر؟ يا نهار أسود مبسوطة. إيه ده؟ أنت عندك واحدة جوه؟ أنت بتخوني يا عزمي. وفين؟ في المكان اللي اتولد فيه حبنا. مين يا نجدة؟ لا يا حبيبتي مفيش. ده بتاع الانابيب. كويس خليه يغير انبوبه السخان. ما تنفعش يا حبيبتي دي انبوبه منفسه. اوعى انفجر في وشك. روحي انفجري هناك بعيد عن ليلى. غوري ترمبيطه داخله عليا. بقول لك غوري غوري. قطعني حته حته ورميني لاي قطه. انا كنت بحب ستة دلوقتي بحبك انت. انت دي مجنونه مجنونه. تبدأ صعبت عليا وانت بتعملي كده. والله ابوكي مجنون وامك مجنونه واخواتك شكلهم مش عارفينك في الشقه. لا بقول لك ايه، اخواتي كلهم متجوزين ومتستتين في بيوتهم، بس انا بحب الانحراف واخده هوايه مش زي ما انت فاكر. يا شيخ على رايك ان بعد الظن اسم وانا اللي كنت فاكر. يا فاجر. السلام عليكم. خد هنا رايح فين؟ ولا حركه. بسيوني بسيوني. نهار اسود. حازم حازم
اوعى تفهمني غلط. اولا الحمد لله على السلامه. ثانيا لحد هنا والاتوبيس مش هيقدر يكمل علشان دي محميه طبيعيه، فهناخد شنطنا وهنكمل الحته اللي فاضله ماشي. طب حضرتك من غير حساسيات كده، الحته اللي فاضله دي حسب كام كيلو كده؟ يعني 20-25 كيلو. يا ابويا دي القلل يا اقرب يا عم. لا 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 لا، عايزين نفضل لزاز مع بعضينا. يلا قول لي يا بسيوني، انت ليه اناني؟ بتحب تاخد الحاجه اللي مش بتاعتك؟ انا عمري ما خدت حاجه مش بتاعتي، ما يمكن غيري هو اللي فاكرها بتاعته. انت شايف كده؟ يا جماعه هي مش اللعبه دي سؤال واحد ولا ايه؟ يا جماعه انتوا مالكم سخنتوا على بعض كده ليه؟ احنا جايين اجازه بنمرح يعني. ها انجي خضتني يا حمزه. ايه؟ بصي بقى، انت بقالك كام يوم كده متغيره، مش انجي اللي احنا نعرفها بتاعت زمان. ممكن نعرف ايه السبب؟ السبب ان الاحساس اللي انا حاساه دلوقتي ما حسيتوش قبل كده، يعني تقدر تقول كده اخيرا لقيت الانسان اللي كميتي متظبطه معاه. قولي لي بقى يا مايا، انت كميتك متظبطه مع مين؟ انا انا بلا كمية. لما كنت في ثانويه عامه كانوا كل البنات بتحب وبتتحب، وكل الاولاد كانوا بيعاملوني على اني اخته، ولما رحت الجامعه برضه بيعاملوني على اني اخته. عارفين انا نفسي في ايه؟ نفسي احب، نفسي اتحب، نفسي اتخطف. سيادتك احنا جامعه محترمه وماشيين في السليم، اظن حضرتك اتاكدت من ده بنفسك. والله انا بودي اقول لك خليك معانا شويه، بس متهيالي الجو مش هيبقى لذيذ معاك هنا بعد النهارده. احنا زي ما انت شايف اسره مع بعضينا. هو في كده؟ انا عايزك تعرفي حاجه واحده بس، انا عمري ما كذبت عليكي، صدقيني كل حاجه حسيتها معاكي كانت بجد. ليه انا؟ ليه انا يا بسيوني؟ ليه؟ حرام عليك، انا اتغيرت عشانك، كنت سبتني، انا كنت مرتاحه كده، ليه اديتني كل حاجه وفي لحظه خدت كل حاجه؟ ليه؟